إلى تنفيذ هذه المؤامرة في 28 يناير. مصر تعرضت لمؤامرة خطط ليها أجهزة مخابرات أجنبية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت الخطة بتستهدف إسقاط النظام في مصر. الخطة الأمريكية كان ليها أكثر من شق عشان يصل إلى تنفيذ الهدف الرئيسي وهو إسقاط النظام. قبل 25 يناير ترصدت معلومات بنشاط مكثف لجماعة الإخوان المسلمين بلقاءات كانت بتتم خارج مصر بينهم وبين قيادات حماس، حزب الله. كما أتذكر في عام 2009 وفي منتصف يناير 2010 كانت مع قيادات من قيادات الإخوان المسلمين في القاهرة ومع قيادات من التنظيم الدولي وزي ما قلت من حماس وحزب الله. والحماس للأسف رغم ان يعني موقف مصر السياسي الداعم للقضية الفلسطينية كانت بتقوم بدور سيء للغاية، لدرجة ان خالد مشعل صرح بأن حماس ستساند الإخوان المسلمين لإسقاط النظام، تصريح علني مش تصريح للمؤتمرات. وكان بيقوم بدور التنسيق مع إيران لتدريب العناصر اللي هتنفذ الخطط دي. اتوصلت المعلومات أيضا في لقاءات ما بين قيادة الإخوان وأعضاء السفارة الأمريكية، وكانوا الإخوة الأمريكان بيبرروا هذه الاتصالات مع الإخوان. كان لهم اتصالات بكل الأحزاب، ودي يعني أمور بتقوم بها السفارات على أساس يعني المتابعة عادي، يعني دي مش في المجال.